السيد فرجاني مكلف بمهمة لدى السيد وزير العدل. أهلا وسهلا بك في موقع المشهد التونسي. أهلا وسهلا بك. عنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول سيد يتعلق قضية شغلة رأي العام عموما، هي قضية ما يسمى بشيخ شارل نيكول. كثر لغط عليها، فما منظمة حقوقية قالت استنادا إلى شهادات من عائلته أنه نفس السيد هذايا هو الشيخ المناظر السابق أحمد لزك. حسب معلومات وزارة العدل عندها جديد في الصدد هذا. والله هي في قضية، هي في قضية في هذا الموضوع، لأنه في تحقيق، لأنه في اتهام شغل وأصبحت قضية رائعة، وفي قضية. بالنسبة للقضية هذه، المتأكد أن كونه لدى وزارة العدل ما يثبت بما لا يدع مجال للشك، وهذا في عيد القضاء ما حتى هو من صلوحياته باش يجيب بالمناسبة أنه الشيخ محمد أزرق رحمه الله قضى، يعني وأي شخص آخر في الدنيا لن يكون الشيخ محمد أزرق. هذا يعني مؤكد لدى وزارة العدل، واضح. به السؤال الثاني حول وزارة العدل، يعني معروف أنه مناطق عدتها ملفات فساد من الحجم الثقيل نوعا ما. الحكومة مناطق يعني الحكومة في برنامجها سنة 2012 قالت أنه باش تعمل مجمع قضائي خاص لملفات الفساد. لو كانت تعطينا وين وصلت، يعني على معناتها عمليا وين وصل المقترح هذا؟ مش مقترح، هذا مسألة عملية، هي مسألة لوجستية، معناتها تكلم حتى رئيس الحكومة في البرلمان وفي المجلس التأسيسي على أساس أنه فيه مقر. فيما يخص ما عدا المقر مكاني، كل شيء جاهز للانطلاق في هذا الموضوع اللي معناتها متكامل، ويعالج هذا الموضوع في أسرع الأجال. يعني ما زال ما تحددش التوقيت؟ يعني لا لا، التوقيت ما تلقاش مكان، هذا مكان الإشكالية هي مكان إلى حد الآن. واضح. به سيد، لو كان نحكيه على ملفات رجال الأعمال، ثم عديد الملفات موجودة يعني لدى القضاء حالياً، وحتى مؤخرا لجنة المصادرة أصدرت بيان تدعو فيه بعض رجال الأعمال إلى اللي عنده يعني للاعتراف بالفساد متاعهم. البعض اعتبرها في إطار تسوية الشيء هذايا. لو كانت توضح لنا يعني فلسفة متاع وزارة العدل والحكومة بصفة عامة في الموضوع هذايا. يعني ضروري أن نفهم الجميع أنه هذا الملف ملف تأنه منه تونس واقتصادها، وكذلك يأنه منه العناصر المعنية، وفي تقديري هي عملية معناتها كانت في تقديري مدروسة لشن البلاد. نقطة ثانية، شنو هي العملية اللي شن البلاد؟ انت لما تكون انه كونوا، لو نشوفوا نقارنوا بالحكومة، الحكومة في الوقت الحاضر يعني لما جاءت الحكومة الجديدة المنتخبة نجدها انها ورثت وضعية غير معقولة ولا مقبولة. ففيه مسائل يعني بعثرة ممزقة عبارة على دم وزع بين القبائل، وشلت شل مدروس حتى لا يقع الحسم في هذا الموضوع بأسرع الأجل وبعدل. ولما نقول بعدل، لا بتشفي ولا بشهوة الإدانة، ولا كذلك بالتسامح في أموال الشعب أو حقوق الشعب. يعني لازم الوزنة تكون واضحة، لأن دور وزارة العدل أو العدل بصفة عامة، المرفق العدلي، هو القيام بالقصاص بالقسطاس والعدل، سواء كان للحق المظلوم وحتى تجاه الظالم. فإذا كان قام جرم وزنه كذا، لا يعاقب
باغتيال حياته واغتيال مواطنته واغتيال كذا. يعني المسألة معناتها لازم تكون دقيقة. نرجع في الموضوع هذا كذلك أنه معناتها رجال الأعمال هذن فيهم اللي مورطي أكيد، وفيهم اللي مورط ولكن ليس تجعل منه كونه يعدم أو يشل، وفيه من هو تعامل مع الطرابلسية ولكن الطرابلسية هم الذين قاموا بأخذ أمواله وشاركوه عنوة وظلما وعدوانا، وفيه اللي استفادوا منه هم، وفيه اللي استفاد منه، وفيه اللي بعد ما ضروه وعملوا له كل شيء أخذوا أمواله نجده أنه هو أخذ منه كل شيء، أصبح يبحث كيف يمكن أن يستغل هالجاه الجديد حتى يعوض من خسارته التي أخذت منه. فيه كل شيء. وفيه ناس كالشريك كالمشارك كلهم معناتها واحد. هذا موضوع معقد ومركب وطبقا للحالات. فيه كذلك عناصر أبرزت للإعلام وهي تغطي عناصر أخطر خارج الإعلام. يعني أنتم ما عندكمش فكرة على أي أساس تم تحديد مثلا القائمة بتاع 450؟ لم يكن هنا، في بعض الحالات تلقاها مشاكل شخصية، في بعض الحالات تلقاها في مشاكل معناتها فيها فساد، لكن فساد جزئي يصبح التغطية على ناس أخرين أو الانتقام والقصاص من ناس أخرين. انتبهنا إلى أنه أنا شخصيا انتبهت إلى أنه رغم اللي أنا لست قاضي، والمسألة هذه معناتها لكن أتحدث في متابعاتي الشخصية، أن في ناس في الموضوع هذا نجد أنه كونوا يعني تصور أنت أنه حسابات شخصية من عهد النظام السابق في بعضهم البعض، سواء كان في الجانب المالي أو غيره. وفي أناس فاسدين بهذا أكيد، مانيش نتحدث على فالموضوع بالنسبة في المسألة هذه مسألة حساسة جدا. المسألة أنه ديدن أي عدل ما ينبغي أنه يأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للموجة العامة متاع الناس اللي ما يعرفوش الدقائق متاع الأمور، ولا محاولة المزايدة السياسية الرخيصة في هذا الملف الشائك الخطير الوطني، لأنه علاج هذا هو مطلب وطني، علاج هذا هو أنه من استحقاقات الثورة، علاجه هنا هو تحريك دورة الاقتصاد، ولكن لما نتحدث على تحريك دورة الاقتصاد ليس على حساب حقوق شعبنا. واضح. به سيد في الأيام القليلة الماضية صارت حركة على مستوى مديري السجون وبعض المناصب العليا نقولوا في السلك هذايا، البعض تحدث عن وجود شبكة فساد داخل المنظومة السجنية في تونس وداخل إدارة السجون في حد ذاتها، ما عادش لو كانت تأكد لنا ولا تنفينا الشيء هذايا. ونقابة أعوان أعوان السجون تحدثت على أنه إحالة بعض المديرين ولا ضباط الثمين على التقاعد الوجوبي خطوة إيجابية ولكنها غير كافية، بحيث ما فماش حساب، فماش محاسبة يعني في الخطوة هذه. شنو رأيتكم؟ أنت تمس في ملف حساس. صحيح. الملف حساس هذايا النقابة السجنية نفسها هي ليست خارج المنظومة السجنية، وهي ليست مدانة، يعني الأفراد اللي فيها ليست هناك فيهم إدانة، وليس هناك، وقد يبرز شيء آخر عكس الإدانة، فأنا لا أتحدث على إدانة من عدمها، هذا موضوع ثاني. الحديث الآن بوضوح تام أن نظام بن علي اللي صارت عليه الثورة التونسية قامت به ثورة وجهه هو فاسد بكل المقاييس، نظام منظومته فاسد في أشياء كثيرة فيها فساد. نحن أنه كونه ضروري أنه يقع إعادة النظر
في أشياء كثيرة لمحاولة أن الأمور تنضاف وتستوي. هسه الأمور اللي لما تستوي مهم جدا جدا أنه ما ينبغي ظلم الناس باطلا وهم أبرياء أو هم قائمين بأشياء صغيرة، وما ينبغي تبرئة الفاسدين. يعني هو هذا الدور في الواقع، سلطة وزارة العدل دورها هو هذا. سيد، شنو الأسباب اللي خلت وزارة العدل تغير يعني 15 تقريبا من ضباط؟ بالنسبة لوزارة العدل معناتها قاعدة تشوف الحالات التي أصبحت عبئا على الوزارة وعلى مرفق العدلية وعلى حسن سير إدارة السجون المصلحة، فيلزم. وبالنسبة للمسألة هذه لن يتوقف عن هذا على هذا الرقم. يعني فما من منتظر عدد آخر بالطبع باهي في نفس الإطار هذا. فما بعض في بعض الكواليس تقال فما أخبار حول نية وزارة العدل تجميد بعض القضاة في الفترة القادمة. والله الموضوع هذا نحن لا نتحدث لا على تجميد ولا غيره، ولكن معناتها أنه كل مرافق، كل منشط من مناشط المرفق هذا اللي هو مرفق العدالة، يعني القضاء والعدالة، أنه بطبيعة الحال فيه ناس يعفو أرواحهم ماذا يفعلون، وأنه معناتها بالنسبة للناس اللي ما فيهمش دواء إذا كان وجدوا، لأنه ما نحبش أستبق، يعني شيء طبيعي أنك معناتها تأخذ إجراءات، معناتها كل جهة سوية وتتخمن في مصلحة البلاد لازم تأخذ بعض الإجراءات المعقولة المقبولة الموزونة الغير ظالمة بل العادلة. واضح. ولكن السيد مثلا بعد الثورة تم تجميد أو عزل تقريبا 6 قضاة هم معروفين بالفساد متاعهم. تقييم يعني الخطوة هذه، تقريبا المتابعين للشأن هذا أجمعوا أنه الإحالة يعني على تقاعد الوجوبي ولا التجميد ولا العزل هي خطوة غير كافية، معناتها غير كافية، معناتها ما فماش محاسبة ديما في نفس المنطقة هذه. وأنت أكيد سمعت الأسبوع اللي فات وقت كنت معنا في زيارة في سجن الناظور، وحتى فما سجناء غادي تشكوا من أسماء قضاة تم عزلهم سابقا وتعدوا بدون محاسبة. يعني هل ننتظر نفس الخطوة مثلا؟ شوف، المحاسبة هذا في جهة مفصولة أنه فيه عدالة انتقالية وفيه وزارة في هذا الجانب، هذا شغله. يعني انتم بالنسبة لنا إذا كان ما فماش أشياء دقيقة الآن نشهد عليها مباشرة، أو فما واحد عنده، إذا كان أي مواطن عنده مسألة في قضية ضد شخص ما يعمل قضية، أما كون الوزارة تجي بشكل مباشر وهكذا لطاح لدى الزوه انطلاقا من مزاج أو انطباع، وتقوم بإجراءات معناتها متاع محاسبة، المحاسبة هذه فما عدالة انتقالية عندها مقاييسها، عندها شغلها، عندها كذا، وعندها جهتها، وعندها طبقة، وفيه أن إذا كان فيه ناس تشوف معناتها في أشياء معينة تقوم بقضية، تقوم بقضايا، ترفع قضايا، فالقضايا تمشي لأنه معالجة الموضوع هو فما القضاء اللي صلح القضاء، مش هكذا، مش معناتها لما ينبغي أن تصبح معناتها وزارة العدل لازم تنحي في الكثير من الانطباع أو المفهوم اللي هو غير دقيق وغير مقبول في أنه يريدون من وزارة العدل أن تكون مثل عهد بن علي، تعزل مباشرة بدون إجراءات وبدون احترام القوانين والترتيب المعروفة وكذا، هذا غير مقبول. وزارة العدل تقوم بشغلها انطلاقا مما هو متوفر من قوانين متاحة، ولا تتعدى تلك القوانين لأنه هي دولة قانون، هي تحب ترسي تقاليد جديدة. نقطة أخرى، فما نقطة حساسة في استقلالية القضاء، معناتها تكلم في مرة السيد عبد العزيز يعني عبد الرزاق الكيلاني تحدث على التطهير، على التطهير قبل التحرير أو قبل استقلال. أنا كشخص مش معقول أنه الناس معناتها موضوع كما موضوع السيدة العقربي ولا كذا، هذا خرج راه انطلاقا من قضاء، من قاضي معين،
لا استحضر اسمه ولا عارف أنت. يعني نحب أقول لك أن مستقلية القضاء لازم ترتيب البيت الداخلي بتاع القضاء والقيام. الآن مثلا وقع القطع مع مرحلة التعليمات، تعليمات سياسية للقضاة، ولكن في نفس الوقت لابد من القاضي أن يكون موالي ومنحاز للعدل وللقضاء وليس لشيء آخر. وفيه بعض الناس ربما عندهم مزيج من هذا وذاك، ويصبح معناته القضاء العدل اللي يصبح معناته كأنه أداة للوصول إلى أشياء معينة. ده في موضوع استرجاع الأموال يعني المهابة إلى الخارج، وزارة العدل شنو الخطوات اللي عملتهم يعني إلى حد الآن؟ وزارة العدل يعني بالنسبة نعطيك مثال صغير. الإعلام في تونس لم يغطي ما غطاه الإعلام الكندي في اليومين يعني الماضية، اللي هي أشفاها أنه فيه نتيجة للشغل اللي تشتغل فيه روح جديدة في وزارة العدل في هذا المجال، أنها حققت كون القبض على شخص يقوم يعني فيه شركة، والشركة هذه قاعد متابعتها وكذا، وفيه واحد تونسي محطوط معناتها تحت العدالة، على ذمة العدالة. يعني هذا صار بالتنسيق مع وزارة العدل التونسية. وزارة العدل التونسية هي اللي وراها، مش فقط هي التنسيق. الآن نتيجة لذلك أنه أصبح السويسرا ومربوطة بكندا ومربوطة بسويسرا، وسويسرا أصبحت الآن تراجع مثلها مثل كندا، وأصبحت مشكلة سياسية في داخل كندا، مراجعة وتتبع كل شيء اللي وقع فيه فساد من قبل ما تجي الحكومة هذه في هذا المجال. فمحاربة الفساد هي على قدم وساق. ما ذنبه وزارة العدل عوض أنها تركز على المسألة هذه أنه ناس آخرين في الإعلام لا يقومون بدورهم لتسليط الأضواء على هذه المسائل. هذا لا أنفي أن ربما يعني مقاربتنا الإعلامية معناتها تحتاج إلى تطوير، هذا حتما، ولكن بالنسبة لنا ما ذنبنا. وفيه معناتها هذه مسألة كونك تحركها من 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 كندا إلى سويسرا، وفيه أشياء من الأموال معناتها اللي كونه يعني تصبح معناتها أنه شركة نضع يدينا على مسألة أساسية، هذا مش بسيط وهذا جديد، وفيه روح جديدة قاعدة تسري، وفيه معناتها أنه الآن شرقا وغربا أنه فيه محاصرة لكل، معناتها نريد أموالنا، يعني في الأخير هذا الشعب يريد أمواله بهذا الوضوح، ويريد بطبيعة الحال مع أموالكم بالنسبة للناس المذنبين. لكن في حاجتنا الأولوية المطلقة هي تعطينا مالنا، لأنه في بعض الحالات القوانين الغربية مثل ما تفيد، وعلى فكرة فما بعض الأموال رجعت، فما بعض الأموال إما رجعت أو بصدد الرجوع. يعني حد الدول كان عندك فكرة يعني. والله هي اللي ذكرتها، سواء كان كندا سواء كان سويسرا سواء كان في البلدان الأوروبية، فيه كثير، في حتى في الأموال محطوطة في لبنان، في يعني في حتى في بعض بلدان الخليج. بابي بما أنك جبت بلدان الخليج، فما زاد في بعض وسائل الإعلام ذكرت أنه سليم شيبور ما زال يتحكم في فلوسه الموجودة في تونس ويقوم بتهريبها إلى الخارج. ناشي إذا عندكم فكرة على الموضوع هذا. والله يعطونا نحن هذوما اللي يقولوا عوضا يقولوا تعالى يعينوا العدالة ويعطيوا أشياء دقيقة إن كانوا يعلمون. أما الحديث اللي يكونوا هذا لا يعني أنه مش لا يفعل. سليم شيبوب يتحرك طليقا في الإمارات، وبالنسبة ليه معناتها بالنسبة ليه يعني هذا أنه تحت جوار هذا الأمير أو ذاك، هذه مسألة ثانية، ولكن هذا موضوع. في نفس الوقت نحن لا نريد، لسنا حمقى في أنه نريد أن نعادي عوض أن نكسب معناتها يعني تعاطف الناس ومناصرتهم لقضيتنا، أنه نجيو ندمر العلاقات مع الناس الآخرين دون أن نستسلم أو أن نتنازل على حقوق شعبنا. في نفس الوقت فيه معناتها لابد من التعامل بالحكمة، لأنه العلاقات بين الدول ليس نقطة وليس موضوع واحد، بل مواضيع كثيرة متشعبة
من بين هذا الموضوع معين مثل يمس في هذا المجال، ولكن معناتها نتعامل ونشوف، وعندنا ثقة بإذن الله في الله أولا، ثم ثقة في أنه سنصل إلى حلول مع أشقائنا وإخواننا. موضوع آخر هو الأمن في المحاكم. المحاكم التونسية يعني منذ ثورة تقريبا تعاني يا إما نقص في الأمن وإلا غياب في الأمن في بعض الوضعيات. اليوم آخرها في محكمة في تالا تم الاعتداء عليها. وزارة العدل شنية الإجراءات اللي قامت بها وإلا باش تقوم بها لضمان يعني الأمن في المحاكم التونسية؟ نعم، نحن ما عندناش يخدم بشوف. نحن عندنا استراتيجية كاملة متكاملة لتأمين المحاكم والمنشآت العدلية والسجون في كافة البلاد التونسية. وبالنسبة لنا فيه مسائل اللي كونوا هذه استراتيجية فيها معناتها بصدد التنفيذ، يعني في أشياء في بداياتها وفي أشياء تحتاج إلى تمويل، والتمويل قاعدين نبحث عليه، وفيها اللي وضعنا أيدينا على أشقاء أو أصدقاء لتمويل بعض المسائل. لكن حتما أنه هذه بالنسبة للعدالة اللي كان لم تكن اللي الأرشيف متاحها أرشيف في حالة مزرية جدا وجدناه لا يتناسب مع أنه هذه وثائق لحقوق ناس في أملاكها في أشياء كثيرة، أنه نحن بالنسبة لنا ورثنا ورثة حسبنا الله ونعم الوكيل في أنه معناتها ولم يحدث سابقا في كل محكمة الآن لو تمشي لحالة الأرشيف تقع في حالة مزرية وليست طبق المقاييس الدولية، ونروم وهدفنا هو الارتفاع إلى الحالة متاع أرشيفنا وإلى تأمين سواء كان المحاكم من داخلها أو من خارجها إلى مستوى يتناسق مع المقاييس الدولية.